ثم قال سبحانه وتعالى قل ادعوا شركاءكم ادعوهم ثم كيدوني. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ذلك، هذه الأصنام تعبدونها من دون الله، اللات العزى منات هبل وغيرها من الأصنام ادعوها من دون الله تبارك وتعالى ثم كيدوني فلا تنظرون. هذا تحدي أيضا، تحدي، فلتؤذني هذه، أنا أتحدى أن هذه الأصنام تستطيع أن توصل الأذى إلي، فكيدوني ولا تنظرون، لا تعطوني فرصة، لا تعطوني مجالا، لا تعطوني وقتا أبدا، كيدوني الآن. والكيد هو التخطيط في خفاء. قال ولا تنظرون أي لا تعطوني مهلة، ومنها قول الله تبارك فنظرة إلى ميسرة، إمهال إلى ميسرة من الانتظار. قال لا تنظرون، كيدوني جميعا أنتم هذه الأصنام، فلتفعل ما شاءت أنتم وشركاؤكم، كيدوني ولا تنظرون.